بنتش هالتعبانة هذه أنا ماني ساكت عنها. على بالها أنا بمشي السالفة. لا، حتى لو تروح وتنحاش أنا ماني ساكت عنها أبد. بس هي تنطر لما أهدى، ولما أهدى بدش البيت ولا كده صار شيء. هدي النوخذة ولا تعور قلبك. ليش هدي؟ كل شيء يسكتون عنه؟ ترى حصة بعدها صغيرة. لا، حصة كبيرة وقاعدة تكبر. بس هي ما راحت عند واحد غريب. راحت بيت ميثو اللي داز عبود يشتكي عليه بالشرطة. عبد الله أخوك يشتكي عليك؟ اسمع عبود، وميثو خلته يشتكي علي، وقامت بنتج حضرتها راحت عندهم وتشكرهم علشان تطمن على نصور. إيش قاعد يصير؟ أنا ماني عارف شو يصير، ماني عارف شو يصير. الحين ميثو بتفر راسها عدي. تعوذ من إبليس يا أبو سلطان؟ إذا سكت هزيمة، وإذا انهزمت ميثو تنفش ريشها علي بنترع الغاز. لكن هين أوريهم أنا. أنت شلون تحط راسك براسها؟ أنت أكبر نوخذة في الفريج. هد يا أبو سلطان، هد. أبو سلطان؟ سلطان وينه؟ أنت بروح تضيق حولك. الباب تكفون، لا تبطلون الباب. منو هذا؟ منو بعد؟ أخوك يبي يذبحني. لا تخافين ولا عمك. بطل يا عبود. أفا عبود عاد بطل الباب، أبي بنتي. أنا لازم أطلع أتفاهم معه. لا عمي، أنا عارف أبوي، أبي يذبحني، أبي يذبحني. شنو ذبحك؟ هو بكيفه. أيوه يا صاجة، لا تبطل الباب، خلي يولي أخوي وأنا أبخص فيه، بيكسر الباب. أي يكسر الباب من صدقك أنت؟ خليه يطق يطق، بيتعب بيمشي. بطوا الباب، بطوا الباب، مالكم حق تأخذون بنتي عندكم. بطوا الباب، طلعوها بالطيب ولا أنا أقدر أخذها بالقوة. طلعوها، بطوا الباب. وانا اخذها عمران. اسكت انت. ان شاء الله. بطوا الباب، قلت لكم بطوا الباب. ترى انا اسمعها عندكم، سامحها. بطوا الباب.